يكلمنا إنجيل هذا الصباح المبارك عن المفلوج، واحد تعبان جدا مش قادر يتحرك، فجي أصدقائه قالوا له احنا عارفين السيد المسيح في كل مكان يروحوا يقوم موتى ويشفي المرضى ويعمل معجزات كتير، تعال روح له. هو في البيت الفلاني. اروح ازاي ده انا قاعد على السرير مش بتحرك خالص؟ قالوا احنا هنشيلك بالسرير بتاعك. وفعلا الاربعه شالوه بالسرير بتاعه ورايحين يجيب السيد المسيح، وهو كان في بيت بيخدم فيه والناس كلها متجمعين فيه والكتبة والفرسيين مش عارفين يخشوا. ففي واحد فيهم جات له فكرة قال نطلع من فوق من السطوح سطح البيت نوسع الخشب اللي في البيت وننزله. وفعلا الفكرة دي نجحت، طلعوا فوق وراحوا منزلينه. العجيب بقى ان الشخص المريض ده مسلم نفسه خالص لأصدقائه وعنده ثقة فيهم كبير قوي. ده بقى شخص الجيد جدا اللي بيختار أصدقائه بعناية، أصل في أصدقاء يرفعوا فوق، في أصدقاء يدخلوا السماء، في أصدقاء يخليك مرتبط بربنا، وفي أصدقاء العكس، في صديق يجيبك تحت يبعدك عن ربنا يكسرك عن الصلاة. لكن دول كانوا بيحبوه جدا 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 لدرجة ان كانوا مشغولين ازاي يخف صديقه، ازاي ربنا يشفيه. وما سمعوا عن المسيح قال لك بس نشيله ونروح. الجزء الثاني بقى ربنا كان في بيت ومليان زحام شديد جدا جدا، وصاحب البيت دوت كان فرحان جدا بالناس الموجودين وفرحان بالسيد المسيح وفي منتهى السعادة، لدرجة ان احنا في القصة ما نسمعش ان صاحب البيت اتذمر ولا زعل من الناس اللي فتحوا له السقف وبوظوا له البيت عشان ينزلوا واحد. ما سمعناش كده. ده الشخص اللي بيخدم وفرحان بالخدمة اللي ببيته، وحتى لو في حاجة حصلت يقول لك انا بيتي ده بتاع الكنيسة، بيتي مفتوح للكنيسة. اصل في بيوت قبل ما يتعمل عندنا الكنائس الكبيرة كان الناس يعني اللي يعرف الكلام ده اللي كان بيخدم في كرة او في مناطق كده ما فيهاش كنائس، كانت الناس تفتح بيوتها وتقول ده انا عندي القداس في اليوم الفلاني وده يقول عندي القداس في اليوم الفلاني، وكان بيتعمل اسمه القداس المتنقل في كل بيت شوية. بلد ما فيهاش كنيسة والناس تروح هناك، ونلاقي اللي الناس بتبقى فرحانة يقول لك احنا بنشيل كل حاجة في البيت ونحط المسبح والقداسات كانت تتعمل. ده في موقف اصعب، انا حضرت حاجه زي كده كانت في منطقه في حوالي 1000 اسره ما عندهمش كنيسه، وكان عندنا مهمه ان الاطفال دي تاخد مدارس احد، تاخد مدارس احد. فاحنا كنا بننقي البيت اللي الناس تحتمل فيه الاطفال. 1000 اسره لو كل واحد بس بعت من عنده واحد هيبقى عدد قد ايه؟ 1000. فاحنا قسمناهم على 3 بيوت في بلد كبيره. فكنا نروح لصاحب البيت يقول لنا بصوا البيت فوق اهو وانا ايه خارج بره. صدقوني كان يسيب البيت بتاعه 3 ادوار، ومن كتر الولاد امام ربنا كنا بنقعد ساعات في المطبخ نعمل فصل في المطبخ كده صغير، في مجموعة على السلم وفي مجموعة دلوقتي ربنا خلاها في المكان 3 كنايس. كل شخص كان فتح بيته للكنيسة، فيما بعد لما اتعمل كنيسة هو كان البيت ده كان البداية. وخلي بالكم حكاية ان الواحد يفتح بيته في مصر للكنيسة تيجي تصلي فيها قداس او مدارس احد، في 3 حاجات. اولا الجيران هتقرفوا في عيشتك، انت هتعملها لنا كنيسة، انت هتلمنا الناس، انت مش عارف ايه. الجزء الثاني الامن، كل شويه يبعت لي تعالى هو انت بيتك كنيسه ولا بيت؟ انه بيت. قالوا ما شايفين ابونا داخل وشايفين مدرسه احد عندكم. فدي اتقال
تقلقهم جدا. ثالث شيء ان ممكن يضايقوه شغله. بس الشخص اللي بيعمل كده يقول لك انا راضي بكل حاجه. وانسان يبقى محب للخدمه، محب لربنا، وعنده ثقه في ربنا ان هو هيتعامل معاه وهيقف معاه ومش هيسيبه ابدا. هنا الجزء الثالث بقى نلاقي المريض. الشخص ده ما سمعناهوش ان هو اتذمر واصدقائه واخدينه عشان هو متذمر، زعلان، انا ليه يا رب بيحصل معايا كده؟ وانا رب يعني انا استاهل منك كده؟ في ساعات ناس لما يتعبوا يتذمروا، وناس لما تتعب تشكر. ناس لما تتعب تتذمر. تقعد تقول يا رب ما انت يعني سايب الناس كلها وما لقيتش غير انا. يعني يا رب ده بس انا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، التعب ده يا رب ما يناسبنيش، ويقعد يتذمر ويزعل ويتضايق. وفي واحد تلاقيه بيشكر ربنا بشكل عجيب. بيشكر فعلا كل الاشياء تعمل معنى ايه؟ للخير، للذين يحبون الله. احكي لكم قصه. كان في يوم في شاب مرتبط بشابه وهو حلم حياته انه يكون عنده اولاد، ويقول لي انا نفسي يكون عندي اولاد كتير. الناس اللي بتشكر ربنا يكون عندي اولاد كتير وهو مرتبط بيا. وكان شغال في شركه بياخد 800 جنيه. فبيحكي يقول ايه؟ وانا في الشركه جت قالت لي بص الشركه الفلانيه بتاعت استيراد وتصدير دي بتدي 1500 جنيه، سيب الشركه اللي انت فيها وروح فيها. واحسن عشان خاطر احنا نخلص على طلباتنا كتير، وهي كانت طلباتها ما بتخلص. فرحه من فرحته اتصل بالشركه وقال لهم انا مؤهلي كذا وعندي خبره في كذا وكذا وكذا، ينفع اتقبل عندكم؟ قال تعالى بسرعه هات ورقك وتعالى. من شده فرحته واحد بياخد 800 هياخد 1500 ضعف، فرحان قوي. ماشي في الشارع مش واخد باله، مش واخد باله وفرحان. جه العربيه راحت خبطه، ما حسش بنفسه خالص غير في المستشفى. يفوق هو في المستشفى، يفوق عمال يصرخ ويعيط، عمال يصرخ مش قادر. اتاري البنت اللي خبطته قطعت له رجليه. فكانت ازمه بقى ايه، عمال يصوت. جه الدكتور حداه واداله حاجه للالم. فبعدها لقى البنت قاعده جنبه عماله تعيط اللي خبطها. قالت له انت لو كنت بتعدي الشارع ومش واخد بالك وبتجري وانا سايق العربيه وانت اللي قصرت الاشاره وعديت، انا مش قصدي خالص. وهو شاف رجليه كده قعد يعيط. اتصل بخطيبته جات له. خطيبته جات تبص عليه مش عارفه تتكلم ولا قالت ولا كلمه. قالت له طب ربنا معاك ويشفيك. وراحت ماشيه. راحت البيت قالوا قالت له معلش اهلي ضاغطين عليا وجالي عريس وانا مضطره ان انا اقبله. سلام. وقفل التليفون. طبعا هو يعني في حاله نفسيه مفيش بعد كده. رجليه اتقطع مش هيروح الشغل، راحت منه الشغلانه، خطيبته سابته، كل احلامه شكلها يعني باظت قدامه. المهم يعدي عليه ايام ويروح البيت، والبنت دي ما تسيبوش ابدا لخطيبته. كل يوم تروح البيت تجهز له الاكل، تعمل له شاي، تعمل له مش عارف ايه، تروح ماشيه. لدرجه ان هو من كتر كل يوم تيجي له بعد 70 يوم اتعلق بيها. فقال النهارده احسن شيء ان انا ايه؟ افتحها في الموضوع، ياجلها ياجل ياجل لحد ما فعلا راح قال لها شوف انا عايز اقول لك على حاجه. قلت له لا انا اللي هقول لك على حاجه. ايه رايك؟ ممكن ترضى تتجوزني؟ قال لها انت هتشفق عليا عشان انا رجليا مقطوعه وانت السبب؟ قالت له لا انا فعلا كل يوم باجي لك وبساعدك في البيت وانا عايز ارتبط بيك. ترضى؟ قال لها انا ما عنديش شغلانه. قالت له لا من بكره انت هتبقى مدير في شركه. قال لها شركه؟ قالت له اه انا بابا عنده كذا شركه وانا كلمته وانا هخليك مدير في شركه من شركاته. مش من الموضوع مش عايز ماشي. لا رجليا مقطوعه. قالت له انا السبب. فالمهم ايه؟ فالراجل من فرحته
والجمهور مشيت معاهم كويس جدا. يسمع بقى فيما بعد، فيما بعد يسمع ايه؟ ان هو كان اي حد بيخلص جيش بيطلبوه استدعى بعد فتره في الجيش. هو طلبوه اللي قال ليه كده، فاخدوا واحد زميله غيره فراح الجيش، يقول لك كان على الحدود في موضوع الغاز انفجر فموت كل الناس اللي راحت استدعى. قعد يبص ده انا لو كنت رحت كان حصل ايه؟ ها؟ كان موت. الموقف الثاني واحد صديقه قابله يقول له ازاي اخبارك؟ ده انت ربنا بيحبك اللي ما خدتش فلانه. قال له ليه؟ قال له دي رافعين قضيه على بعضيهم وفي مشكله كبيره. ليه؟ قال له دي عندها مشكله ان هي ما بتخلفش خالص. ومن كتر طلباتها مع جوزها وكده المهم هيحصل انفصال بينهم. انا اشكرك يا رب. تاني موقف. تاني موقف يا رب. اول موقف ان انت خليتني ما اخدش البنت دي وخدت البنت الكويسه. تاني موقف ان ربنا هيخليني اتجوز البنت دي وهجيب منها عيال. تالت موقف ان الشركه اللي هو كان راح مقدم فيها حصل لها مشكله فمشي كل اللي عاملين فيها وهو ربنا خلاه مدير في الشركه. كل الاشياء تعمل مع الخير. في ناس تتذمر لما تجي لهم المشكله تتضايق تتضايق تقول لي كده يا رب. صدقني ربنا بيحبك وشايف ان ده مش مناسب ليك. ده مش اصلح لك. ده ما ينفعش. في ناس كده تبقى متضايقه تقعد تصلي من قلبها عشان الموضوع ده يتم. وكأني لو ما تمش الدنيا كلها ايه؟ هتوقف ابدا. مقاصد الله لا يعرفها ايه؟ الا الله. كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. الانسان يتمسك بربنا ويقول له ربنا انا عارفك ان انت مهتم بيا وعينك عليا من اول السنه الاخيره. ربنا كده يدينا حياه الايمان ولإلهنا المجد الدائم.